رجعنا للسلسله بتاعت الاساسيات بتاعت الكيك بوكسنج والمواي تاي واساسيات الضربات. في ناس كتير ما كانتش تعرف ان او ما تعرفش او مش مصدقه ان الكاراتيه فيه ضربات كيعان وركب زي المواي تاي بالظبط. هناخد النهارده ضربه كوع اسمها هاجي اجي اوتشي اللي هو الابر البو، الكوع اللي بيتضرب لفوق. طيب الضربه دي بتيجي ازاي؟ انا واقف فايت خلاص، ماي تاي بتقف كده، كيك بوكسنج بتقف كده، في الكيوكوشن برضو بتقف كده عادي جدا، ايا كان نوع الفايت اللي انت بتعمله. نفس الشكل اللي بضرب بيه الابر كات بنفس دوران الوسط والرجل، بكمل ايدي لفوق، فبتبقى واحد من هنا واحد، ولازم افتح ايدي، ما ينفعش اضرب وايدي مقفوله كده. مش ما ينفعش عشان هي ما ينفعش، بس ما ينفعش علشان انت بتضرب في مسافه صغيره قوي، فانت محتاج سرعه عاليه قوي تضرب بيها. تمام؟ فالضربه تاني اسمها هاجي اجي اوتشي، وفي بعض الناس في اليابان او بعض المدارس بتقول عليها امبي. فالكوع يا اما اسمه هاجي يا اما اسمه امبي. امبي اجي اوتشي او هاجي اجي اوتشي. اوكي؟ فانا ببقى واقف، الخصم قدامي، طبعا ما ينفعش اضرب البو لوحده، لازم قبليه حاجه. فمثلا بتضرب جاب، خد مسافتك وبطلع اضرب الالبو. واحد اتنين، لازم دوران وسطك علشان هو اللي بيحط القوه. في غلطه برضو الناس بتقع فيها وهي بتضرب الالبو، ان هو بيفرد ركبته، يعني هو بيضرب كده، ده غلط. انا لازم ابقى تاني ركبتي زي الابر كات علشان اولد قوه. فانا من هنا بضرب ايدي التانيه حاميه وشي وبرجع تاني. طيب الضربه دي بتتضرب فين بالظبط؟ انا واقف مع الخصم، لا اوفيت من هنا، فانا هضرب جاب عشان بس احجم الرؤيه، بعد كده بقوم واخد الخطوه وطالع هنا. ايدك التانيه مامنه، برجع تاني جاب، خطوتك بطلع اضرب من هنا لفوق وارجع تاني جاب، خطوه بطلع اضرب وارجع تاني. تمام؟ يبقى اسمها هاجي اجي اوتشي في الكاراتيه. الشرح ده من الكاراتيه مش من المواي تاي عشان ما حدش يخلط ما بين الاثنين، عشان احتمال يكون الشرح في المواي تاي مختلف، انا ما اعرفش، انا مش بتاع مواي تاي. تمام؟ فمن هنا بضرب الكيزامي او الجاب، بعد كده باخد الخطوه، بعد كده بطل وبرجع تاني. واحد، خدت الخطوه بضرب، ايديا دي بتامن على وشي، الكوع بيضرب وبرجع جاب، باخد الخطوه بضرب وارجع جاب، باخد الخطوه وبرجع. حلو. الركب لازم تبقى متنيه على الارض، مش مفروده زي ما اتفقنا. اوكي؟ ضربه اسمها هايجي اجو اوتشي. حلو. بالانجليزي ابر البو زي الابر كات. معرفش بقى في المواي تاي اسمها ايه بصراحه، ما اعرف، بس في الاخر اسمها هايجي اجو اوتشي. حلو. دي كانت من ضمن السلسلة اللي احنا بنعملها بتاعت الأساسيات بتاعت الضربات، ولحد دلوقتي احنا في أساسيات الضربات، الضربات ازاي بتتضرب. احنا ما خدناش أي حاجة جديدة، هي ضربات ازاي بتتضرب، واحنا بنحاول دلوقتي نطلع الضربات اللي في الكاراتيه اللي الناس مش عارفاها بنضيفها، علشان الناس ما تعرفش ان الكاراتيه فيه الضربات دي. اوكي؟ فيا ريت لو عجبتكم الحلقة بقى لايك وشير وسبسكرايب وكده، علشان الحاجات دي بتساعد جدا. فمحدش يبخل بقى بالكلام ده. يلا سلام. كل التقنيات والحركات الواردة في الفيديوهات تتطلب وقتا طويلا جدا وتدريبا مكثفا للإتقان، لذلك يرجى عدم تجربة هذه الحركات في المنزل، ويجب أن تتدرب على يد متخصص في مثل هذه الرياضات.
وهذا للتنبيه وإفراغاً للمسؤولية أمام الله.